رجعنا سريعا لسه مكملين معاكم فقراتنا في الكلام في الميديا، ونورنا دلوقتي في الاستوديو استاذ او دكتور ابراهيم داوود نائب رئيس تحرير جريده الكره والملاعب. مساء الفل على حضرتك واكيد منورنا. مساء الفل عليك يا شيماء، بسعد دايما بالالتقاء معك في قناه الاهلي. الله يخليك، اكيد منورنا كالعاده. وعايزين نتكلم بقى عن حاجات كتيره جدا طبعا بتخص النادي الاهلي. يمكن نبتدي بخساره الاهلي امبارح للاسف بهدف دون رد قصاد سيمبا التنزاني في الجوله الرابعه من دور المجموعات في دوري ابطال افريقيا. لسه النادي الاهلي متصدر المجموعه حتى الان بالسبع نقاط. لو نرجع نتكلم عن الخساره بتاعت امبارح، وسالت حضرتك عن ايه هي الاسباب، تقول لي ايه الاسباب؟ السبب الرئيسي يمكن قله خبره لازارتي في التعامل مع المباريات الافريقيه. احنا شفنا في المباراه الاولى خصوصا في المباريات اللي بتبقى خارج ملعب الاهلي، يعني في مباراه شباب الثوره كان اللي انتهت نتيجتها بالتعادل الايجابي 1-1، الخواجه لازارتي كان متحفظ في طريقه الاداء، بيميل الى الدفاع او تامين الدفاعات، وده اللي شفناه برضه امبارح. مع ان لو هو لعب بمغامره شويه امبارح كانت فرصه تصدير القلق لفريق اتغلب 5 في شوط 1 كانت هتبقى اكبر واعمق، ويمكن ربما كانت نتيجه اللقاء هتسفر عن شيء اخر خالص غير اللي احنا شفناه. طبعا سيناريو كان غير متوقع امبارح، لكن انا اعتقد ان لاسارتي بمرور الوقت هيكتسب الخبره الافريقيه، لان هو مدرب كويس جدا ويترك بصمته على الاهلي من ان الى اخر. يعني الاهلي كمان بيمتلك حتى برغم خسارته امبارح 5 فرص للتاهل. يعني ممكن نتكلم عن 5 فرص للنادي الاهلي عشان يتاهل، نشرحهم للمشاهدين كده بسرعه. احنا الاول فرصه ان انت تكسبي، احنا لسه قدامنا ماتشين. واحد مع شباب الثوره الجزائري وواحد مع فيتا كلوب ب6 نقاط. الماتشين دول ب6 نقاط في حاله الفوز. في حاله الفوز الاول ان انت تكسبي فيتا كلوب. على الناس ان فيتا كلوب طبعا المباراه على ملعبهم وشباب الثوره هنا على ملعبنا. على ملعب الاهلي بيمتلك من رصيد من النقاط 7 نقاط. عنده في المباراه الاولى فيتا كلوب اللي هو الماتش اللي هيقام يوم 9/3، وثم المباراه الاخيره مع شباب الثوره يوم 16/3. لو الاهلي حقق الفوز في المباراتين دول هيرتفع رصيده الى 13 نقطة، ومن ثم لن يستطيع اي فريق اخر في المجموعة التوصل الى لهذا السكور او هذه هذا الغلم النقاط 13 نقطة في حالة الفوز في اللقاءين القادمين اللي هم قصاد فيتا كلوب وشباب الثورة في دوري ابطال افريقيا. يعني عندنا 13 نقطة، وما فيش اي فريق من الاربع فرق المشاركة معانا في المجموعة ممكن توصل لنفس الرصيد، فهنتقدم او هنصعد كأول مجموعة المجموعه. صحيح. طيب الاحتمال السيناريو الاخر ان انت تحققي التعادل امام فيتا كلوب، وده الاقرب، يمكن اقرب السيناريو اللي انا على متوقعه على ارضهم. طبعا ان عندنا يمكن او الجمهور واخد باله ان في مشكله دايما للنادي الاهلي في المباريات الافريقيه خارج ارضه. طيب انا هشرح ليه انا بميل لفكره التعادل، وخصوصا ان لسه شارحين ان توقيت المباراه 9/3 يوم 8/3 يوم 8/3. احنا بنتكلم من النهارده، انا بنتكلم في 15 و8 23 لان شهرده 28، بنتكلم في 23 يوم فرق. صحيح. خلاص 23 يوم فرق، ده بيعني ان اكتملت قوتك الضربه الدفاعيه بعوده ياسر ابراهيم. رامي ربيعه هيكون اكتملت. دي حاجه مش مضمونه على فكره عندنا في النادي الاهلي، يعني احنا كل يومين عندنا ازمه، عندنا يعني اذا ربنا بعد عننا شر الاصابات. احنا بنتكلم ان ياسر ابراهيم هيكون استعاد لياقته الفنيه، رامي ربيعه استعاد لياقته الفنيه، عاد سعد سمير من الاصابه الاخيره. يعني احنا بنتكلم في اكتمال الشكل الدفاعي للنادي الاهلي. فريق فيتا كلوب تعرض لتعادل على ملعبه من فريق شباب الثوره في الجوله الثالثه، فده مش من الصعب بمكان ان الاهلي يحقق نتيجه التعادل معاه. ليه انا بميل لده؟ لان تحقيق الاهلي للتعادل امام فيتا كلوب ثم يوم 16 ان هو يحقق الفوز على شباب الثوره باي نتيجه هتوصله للنقطه 11، النقطه 11 دي برضو هتمنع إن اي منافس اخر يستطيع ان هو يوصل لنفس الرقم، لان الجوله الخامسه بتشير اليها او التوقعات بتشير الى ان شباب الثوره هينجح في التغلب على سيمبا على ملعبه ولو بهدف وحيد.
فكده هيبقى فريق شباب الثوره وصل للنقطه رقم 8. صحيح. الاهلي لو تعادل مع فيتا كلاب هيبقى وصل برضو للنقطه رقم 8. يبقى 8-8، ده صراع مباشر بين الايه، بين الاهلي وشباب الثوره. فالمواجهه المباشره هي اللي هتحسم بقى ده، لسه ده الاحتمال الرابع بس هنقوله. 8-8 الاهلي لو تفوق هيبقى 11 نقطه. سيمبا في الحاله دي لو كسب الماتش الاخير امام فيتا كلاب هيبقى 9 نقاط. صحيح. خلاص، يبقى الاهلي هو الاول ومتصدر ب 11 نقطه. طيب الاحتمال الثالث، لا قدر الله ان الاهلي تعرض لخساره امام فيتا كلاب ثم حقق الفوز على شباب الثوره في المباراه الاخيره، هيبقى وصل للنقطه رقم 10. صحيح. النقطه رقم 10 هيبقى في الحاله دي فريق فيتا كلاب وصل للنقطه رقم 7 من الجوله الخامسه، شباب الثوره وصل للنقطه رقم 8، وسيمبا 6. سيمبا لو فاز في اللقاء الاخير هيبقى 9، 7 زي ما هو فيتا كلاب، و8 احنا لو كسبنا شباب الثوره هيبقى 8 واحنا 10. برضه 10 مش تاهلنا بس، تاهلنا وبالصداره. طيب الاحتمال الرابع بتسع نقاط، ازاي نتاهل ونتصدر بتسع نقاط؟ لو انت الاهلي نجح في انه يتعادل في المباراه اللي جايه باي نتيجه، ثم تعادل سلبيا في اللقاء الاخير امام شباب الثوره على ملعبه، خلاص هيوصل لكام؟ لتسع نقاط. تسع نقاط، 7 و2 9. وفي الحاله دي شباب الثوره هيوصل معانا كام لنفس الرصيد؟ 9 نقاط، ثم سيمبا 9 نقاط، يعني هيبقوا الثلاثة 9 نقاط. المواجهات المباشرة، المواجهات المباشرة هي اللي هتحسم لصالح الأهلي في الحالتين. صحيح. مع شباب الثورة ومع سيمبا. في الأربع حالات دول بنشوف إن الأهلي مش بس هيتأهل، هيتأهل ومتصدر. الاحتمال الأخير بقى اللي هو بثمان نقاط ده إن شاء الله مش هنوصل له يعني خالص، إن هو الأهلي يتأهل بإن هو يحقق نقطة من المباراتين. هيتأهل بس في المركز الثاني، بس في المركز الثاني. إذن إن إحنا بنمتلك في جعبتنا 5 فرص للتأهل. دي ما تدعوش الجماهير خالص للقلق. أعتقد إن في 9-3 أو في 8-3 هتبقى القوة الدفاعية اكتملت. يعني إحنا مش محتاجين، إحنا مثلا مش بنقول للجمهور إحنا مش محتاجين حتى إن إحنا نكسب في الماتشين، إحنا ممكن نكسب في ماتش واحد أو نتعادل في ماتش واحد ونخسر في الثاني برضه هنتأهل. هنتأهل إن شاء الله، هنتأهل إن شاء الله وإن شاء الله نتأهل بالصدارة. والفرص كبيره السنه دي ان شاء الله ان الاهلي يحصد كاس البطوله الثالثه تبع الاهلي يعني. يا رب ان شاء الله. مين يصعد مع الاهلي؟ سيمبا ولا فيتا كلاب؟ هو سيمبا فريق غريب جدا. خارج ملعبه فريق اقل من العادي. صحيح. على ملعبه بالخمسة جوه ملعبه، على ملعبه نجح في ان هو يحصد 6 نقاط من فوز على فيتا كلاب وعلى شباب الثوره، عفوا النادي الاهلي وشباب الثوره، على شباب الثوره وعلى النادي الاهلي. الماتش الاخير على مع فيتا كلاب لو نجح في انه يفوز فيه هيصل لتسع نقاط، وتسع نقاط دي نقطه امام بالنسبه له للتاهل. انا اعتقد ان اقرب المرشحين للتاهل بعد النادي الاهلي ان شاء الله هيكون سيمبا التنزاني. سيمبا التنزاني الموضوع اختلف تماما. ما يعني خارج من خارج الترشيحات كان كله بيتكلم على فيتا كلاب الاول في البدايه، لكن دلوقتي الموضوع انتهى تماما لما يقال عمليا. الاهلي لو نجح في التعادل معاه في اللقاء القادم باذن الله، باذن واحد احد، هتبقى عمليا فرص فيتا كلاب تلاشت تماما، لان المباراه الاخيره هيلعبها خارج ملعبه قدام سيمبا. صحيح. طبعا الجوله الاخيره والقبل الاخيره بتكون كلها في مواعيد واحده، توقيت واحد، توقيت واحد، عشان طبعا تكافؤ الفرص. واكيد طبعا بقى هو الاهلي اللي عمل لنا حاجه كويسه في الـ في الـ في الـ في, الـ في الاربع مباريات دول، ان هو الفرقه الوحيده اللي هي عندها فارق اهداف لصالحها. الاهلي سجل 8 اهداف ودخل مرمى هدفين فقط طوال الاربع جولات اللي فاتت. هنلاقي كل الفرق اللي بعده بقى ابتداء من سيمبا عليها 6 اهداف وليها 4 عليها، عفوا ليها 4 اهداف وعليها 10، ثم شباب الثوره ليه 4 اهداف وعليه 6، سيمبا 10 اهداف، 5 من الاهلي لوحده. الاهلي لوحده صح، يعني النص اللي دخلت مرمى من فريق واحد اللي هو النادي الاهلي. صحيح. هنلاقي ان الـ 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 الفريق الثالث وهو شباب الثوره سجل 4 اهداف وعليه 6، والفريق الاخير اللي هو فيتا كلاب سجل 7 اهداف وعليه 5. يعني اذا الرصيد الاساسي للنادي الاهلي.
فده معناه اكيد ان الاهلي هو الاقوى هجوميا ودفاعيا برضو في الاربع انديه اللي موجودين. ولو بنتكلم بقى عن امال جمهور النادي الاهلي فاكيد طبعا النادي الاهلي وجمهوره بيامل ان هو يحصد الست نقاط القادمين او العلامه الكامله من اللقاءين القادمين، عشان مش عايزين نخش بقى في الحسابات بقى اللي هي الاحتمال الاول والثاني والثالث والخامس. احنا اكيد نتمنى ان احنا لو بعد لسارتي شويه عن تحفظاته في جوله 8 3 او 9 3 اعتقد ان الاهلي عنده فرصه كبيره جدا ان هو يحصد الست نقاط. طيب هل لعيبه النادي الاهلي امبارح شفتهم استهانوا باللقاء، ولا يمكن لو اتكلمنا عن عوامل الجو اللي كانت صعبه والرطوبه المرتفعه جدا والحراره طبعا اللي كانت مرتفعه امبارح دي اكيد اثرت بشكل سلبي على اللعيبه، بالاضافه طبعا لرحله الطيران المرهقه. النادي الاهلي بيلعب كل 3 ايام مباراه، عنده 8 مباريات في شهر 28 يوم. بصي الاهلي مظلوم، مش بس مظلوم محليا، الاهلي مظلوم محليا وافريقيا. انا دخلت على الدوريات، الدوري الجزائري، الدوري التنزاني، لسه بتتكلم بعد المباراه اللي انا ما شفتش في حياتي كوره عامله كده كل 3 ايام ماتش. الدوري الجزائري لقيت ان الفرق الثلاثه اللي انت بتنافسيهم في المجموعه يعني مثلا فريق سيمبا اللي هو المنافس المباشر للاهلي اول ماتش هيلعبه بعد ماتش امبارح يوم 22 فبراير، بينما اول ماتش الاهلي هلاقيه يوم السبت الجاي مع الانتاج الحربي. صحيح. بصي بقى فين يعني الاهلي مش بس مظلوم محليا، هو مظلوم محليا وافريقيا. يعني في فرق 6 ايام مريح الفريق المسؤولين في الاتحاد التنزاني الله يكرمهم، يعني زي المسؤولين عندنا بالظبط في اتحاد الكره، مديين لفريق سيمبا فارق ما بين ماتش 12 و 22 10 ايام مريحين الفريق بتاعهم عشان خاطر هم عارفين ان هو في مهمه وطنيه. لكن مع الاهلي اذبح يا اهلي اسلق يا اهلي، هو ده اللي احنا شغالين فيه ابتداء من الموسم اللي احنا ابتديناه. كل 3 ايام ماتش، مش مهم اللعيبه تتعور، مش مهم اللعيبه تشعر باجهاد، مش معقول يبقى المنظر حتى يعني لاسم مصر. ازاي نعرض فريق مصري لكل هذا الكم من الضغوطات والاجهادات اللي شفناها امبارح وكانت مثال صارخ عليها مباراه امبارح. طيب نروح بقى للدوري المصري الممتاز والجوله ال 22 من الدوري المصري، اللقاء القادم للنادي الاهلي ان شاء الله قصاد الانتاج الحربي يوم السبت اللي جاي على ملعب بيترو سبورت. شايف اللقاء ده ازاي وشايف حظوظ النادي الاهلي في الفوز وحصد الثلاث نقاط اللي لا غنى عنهم عشان نقدر ان احنا نرجع مره تانية نتوج بالدوري المصري ممتاز او نحافظ على اللقب؟ انا شايف ان الاهلي ابتدى صح جدا ان هو اغلق بسرعه الملف الافريقي بعد مباراه امبارح، ابتدى الاستعداد على طول في من الجو يعني من اثناء رحله العوده لمباراه الانتاج الحربي. انا شايف ان بشكل كبير برغم حالة الإجهاد الكبيرة اللي عليها اللاعبين إن شاء الله يوم السبت فرص الأهلي كبيرة جدا في تحقيق الفوز على الإنتاج الحربي، مش بس على لأن الأهلي اتظلم في لقاء الدور الأول بفضيحة تحكيمية واضحة اللي هي ضربة الجزاء الشهيرة بتاعت أزارو، لكن لأن الفوارق والدوافع عند لعيبة النادي الأهلي أكبر كتير جدا من الإنتاج الحربي برغم وجود جهاز فني على أعلى مستوى ابن النادي الاهلي الكبير كابتن مختار. لكن طبعاً احنا شايفين ان دوافع الاهلي اكبر كتير جدا في هذا اللقاء. لا غنى عن حصد الثلاث نقاط في كل اللقاءات القادمه للنادي الاهلي في الدوري المصري الممتاز عشان نقدر ان احنا نحافظ على اللقب. هو الاهلي داخل على معمعه من 5 مباريات بالتوالي كده، الانتاج الحربي ثم الداخليه ثم الجونه ثم بيراميدز، اعتقد الماتش الاخير بتروجيت. بيراميدز ما تحددتش بشكل نهائي اذا كانت هتبقى في الدوري ولا في الكاس، اتحاد الكره شايف انها تكون في الكاس، لكن يعني على اعتبار ان هو كل الامور بتدار سمك لبن تمر هندي في اتحاد الكوره يعني. لكن الاهلي معمعه متصله في اقل من 20 يوم بيلعب 5 مباريات متتاليه، ده حرام. صحيح. يعني حرام. صحيح. مش شايفينها في اي دوري، انا حبيت حتى في جزر الماوماو ما لقيتهاش يعني. طيب خلينا نتكلم برضو الخساره امبارح من سيمبا التنزاني، هل ده هيأثر معنويا على اللعيبه في اللقاء الانتاج الحربي القادم يوم السبت؟ لعيبه الاهلي الكبار، لعيبه بطوله، اكيد ان هم بيفصلوا تماما ما بين المشاركه الافريقيه، خصوصا ان دوافعهم هو التاهل للدور الثمانيه في دوري رابطه الابطال، هم قريبين جدا زي ما شرحت لحضرتك من التاهل. اما الدوافع في الدوري فهو
الفوز، شعارهم هو الفوز من أجل حصد النقاط، مطاردة المتصدر حاليا، تقليل الفارق معاه، وصولا إلى أن هو يتلاشى إن شاء الله يوم 30/3 ما لقيش أي فارق نقاط. يعني هل تتوقع أن لاسارتي ممكن يغير في طريقة اللعب أو في تشكيل الفريق في المباراة القادمة قصاد الإنتاج الحربي؟ أتوقع أن كثيرا من التحفظات التي رأيناها في لقاء أمس ستختفي. ربما يمكن التحفظات دي كانت بناء على النتيجة الكبيرة جدا اللي كان حققها النادي الأهلي هنا، 5 أهداف نظيفة، فيمكن ده هو كان السبب في أن النادي الأهلي كان بيلعب. مش عاوزين نعقد مقارنات بينه وبين غيره من المدربين اللي خاضوا الأهلي في معارك أفريقية، بس هو يمكن ربما عنده عذره أن هو يعني خبراته في الشرق الاوسط كلها في منطقه الخليج مش في افريقيا، فربما اول احتكاك مباشر ليه مع افريقيا، اعتقد ان هو على لما يخلص ال6 جولات ان شاء الله هتبقى الاهلي يعني لازارت اكتسب خبرات كبيره جدا هتعينه كتير في مباراه دور الثمانيه وما يليها. هل تتوقع ان النادي الاهلي ممكن يعمل ريمونتادا في الموسم الحالي من الدوري المصري الممتاز؟ هل هيقدر ان هو يحافظ على اللقب؟ هل هيقدر ان هو يعوض الفرق اللي موجود دلوقتي بفوزه في اللقاءات القادمه كلها؟ وان كان طبعا اللي هيحسم الدوري او اللقب الدوري في الموسم الحالي هو المواجهات المباشره مع المتصدر والوصيف. ما تسالنيش، انا اسالي يعني اصغر واحد عمرا في جمهور النادي الاهلي هيقول لك ان في ثقه كبيره جدا ان الاهلي هيعمل ريمونتادا وهيستطيع ان هو يعوض فارق النقاط. إن لم يكن بيد عمرو فهو بيدي، طالما أن احنا نمتلك مع المتصدر مباراتين نستطيع الفوز فيهم، يبقى إذن في إمكاننا أن احنا نزيل فارق هذا الفارق من النقاط. طيب لو اتكلمنا بقى عن الملفات الأخيرة في النادي الأهلي أو بالتحديد في قطاع كرة القدم وتمديد عقود علي معلول، كريم ندبد، وعمرو السولية، شفت ده إزاي؟ شفت أنه هو بيضفي حالة من الاستقرار على الطابع العام اللي من ساعة ما جه لازارتي ومعاونيه اللي هو الهدوء التام والاستقرار، ده بيضفي مزيد من الاستقرار على الفريق. طبعا ما كان يعني علي معلول بالذات كان صار حواليه كلام كتير جدا ان هو ممكن يمشي الموسم القادم او يرحل سواء لاوروبا او لاحد انديه الخليج، لكن بالتجديد قفل كل الابواب وابدا تمسكه الكبير بالنادي الاهلي. على نفس الضرب كريم ندفد بعد المستوى اللي قدمه الموسم ده ووجوده في مناطق كتير جدا من الملعب او في مراكز كتيره جدا من الملعب جعلته ان هو يكون الجوكر في غياب الجوكر الاصلي اللي ربنا يرجعه بالسلامه احمد فتحي اكيد. فاعتقد انها خطوه جيده جدا في صالح الفريق يعني. صحيح. طيب لو اتكلمنا عن الصفقات الشتويه للنادي الاهلي، 7 صفقات كلهم من العيار الثقيل، شايف مين اكتر صفقه لحد دلوقتي اثبتت وجودها؟ اعتقد في المقدمه طبعا هنحط حسين الشحات وهنحط رمضان صبحي، يليهم بمسافه مش كبيره حمدي فتحي، يليهم بمسافه مش كبيره برضو ياسر ابراهيم. صحيح. يليهم بمسافه يعني المفروض ما كانتش تبقى كبيره خالص، ربنا يشفيه ويرجعه بالسلامه، محمد محمود. ثم الظهير الايسر ما شفناهوش الا في دقائق معدوده. صحيح. يعني محتاجين ان احنا نشوفه اكتر من كده يعني. طيب لو هنروح بقى في اللائحه الماليه الجديده للمنتخب الوطني الاول ونسيب النادي الاهلي ونروح على كان 2019 ومنتخبنا الوطني الاول، اللائحه الجديده الماليه اللي اتعملت لمكافئات لعيبه المنتخب زي ما سمعنا ارقام للفوز خارج الارض وعلى الارض والتعادل بره ارضنا والتعادل حتى في ارضنا يمكن من غير فلوس خالص، شفت شايف ده ازاي؟ هو يعني القصة في المنتخب ما بتبقاش فلوس قوي، لكن طبعا ان انت يعني ترفع اللائحة المالية وتجعليها الى هذا المستوى في حد ذاته ده شيء ايجابي اكيد. اصلا لو بصينا اللائحة المالية القديمة نلاقي يعني اللاعب بيكسب بره ارضه ما بياخدش 1000 دولار، يعني 13000 جنيه ولا 14000 جنيه، ما كملت يعني 800 دولار، حوالي 14000. حاجة غريبة جدا يعني. اللائحه الجديده ما بنقول لحضرتك متوازنه جدا ومعقوله، وانما مش هي المعيار ومش هي الاساس. يعني جنب اللائحه هو المفروض ان هو يبقى عندنا خطه اكثر وضوحا لاستعدادات منتخبنا لبطوله كاس الامم الافريقيه، عندنا خطه واضحه ازاي نقدر نكسب البطوله دي.
لكن للاسف المسؤولين في اتحاد الكره مشغولين بحاجات تانية يعني، فهو ده السبب اللي مخلي الدنيا ضبابيه في امور كتير. يعني عايزين نستفسر انت خطتك ايه يعني للاعداد؟ للاعداد صحيح. هل المباريات اللي انت حطيتها دي كنا سامعين ان كان في خطط مختلفه في حاله ان مصر ما كانش هي اللي هتكون البلد المستضيفه، وكنا عارفين ان احنا هنسافر وهنعمل لقاءات خارج الارض في دول قريبه من الكاميرون لما كانت هي اللي هتستضيف البطوله، لكن دلوقتي اكيد الموضوع اختلف تماما يعني. ولكن اللقاءات اللي احنا عارفينها لحد دلوقتي هي النيجر ونيجيريا. هل دول كافيين لإعداد منتخب بحجم مصر المفروض ان هم بيلعب على البطولة؟ ايه طريقنا للبطولة؟ القرعة لما تتلعب اجيري شايفها ازاي؟ وهيلعب ماتش بماتش ازاي؟ وهنقدر يمكن من اهم تصريحات المكسيكي خافير أجيري ان هو قال بعد القرعه هو يحدد بقى الماتشات اللي هو محتاجها، ويحدد كمان مكان هل الفرصه هتبقى كافيه والوقت كافي ان انت تنظمي مباريات في التوقيت ده بعد اعلان القرعه؟ هل ايه مدى تاثير ده على الدوري؟ القرعه في ابريل يمكن في ابريل يعني الفاصل بينها وبين الفاصل الزمني بينها شهرين او اقل. هل هنستقطع من الدوري المنهك اصلا واللي غير محدد المعالم اصلا اسابيع اخرى عشان خاطر هو غالبا هو ده اللي هيحصل وزير الشباب بيقول لك ان الاهم المصلحه العامه يعني. طب ما المصلحه العامه انا شايف ان من ضمن المصلحه العامه ان يبقى في وضوح رؤيه. صحيح. انا من ابريل المفروض يعني لو رحمه الله الكابتن محمود الجوهري كان من النهارده احنا موقفين الدوري خالص عشان خاطر سادات المنتخب. لكن احنا بنشغل نفسنا بصراعات بين الانديه وبعضها، بنشغل نفسنا ب هو كان من حق رئيس نادي الزمالك ان هو يحضر الاجتماع ولا ما مش من حقه، هو الاهلي على صح ولا على غلط، فاحنا بنشغل نفسنا بهيافات الامور وسايبين اللوب الرئيسي. لو انت بتتكلم على المصلحه العامه سيبك من الدوري خالص، سيبك من الدوري خالص، يحصل فيه اللي يحصل وركز انت اعددت منتخب مصر ازاي عشان ياخد البطوله. هل تفتكر ان في حد في مصر هيقبل ان مصر ما تاخدش البطوله دي؟ لا طبعا استحاله. يبقى ده التارجت اللي قدامنا، ده الهدف اللي قدامنا. طب عملنا له ايه؟ ايه اللي عملناه له لحد دلوقتي؟ طيب خلينا نتوقع ان خافير أجيري بعد القرعه اللي هتكون في ابريل القادم هيطلب مثلا معسكر طويل، هيطلب تجمعات اكتر من تجمع للمنتخب، يمكن ده هيتسبب مثلا في وقف الدوري لمده شهر قبل البطوله كمان. مشكلتنا ان احنا بندفن رؤوسنا في الرمال، مش بنواجه الحقيقه اللي عندنا، والازمه الحقيقه اللي عندنا اللي هي ازمه ان الدوري احنا بنحاول نلصم فيه من اسبوع لاسبوع ومن مباراه لمباراه عشان نخليه يكمل باي طريقه. صحيح. او على جثث كل الانديه. هل هيكمل على راسها الاهلي؟ هل هيكمل النادي الاهلي؟ هم عمالين يقولوا ان هو لا الغاء للدوري، لا الغاء للمسابقه، لا. بس انا شايف يعني هل الهدف المصلحه العامه بتقتضي مصر منتخب مصر نمره واحد، ولا الزمالك وبيراميدز نمره اثنين نمره واحد؟ يعني ايهما انتم بتفضلوا؟ بس خلينا برضو نتفق ان اكيد الغاء الدوري المصري الممتاز في الموسم الحالي ده هيتسبب بكوارث ماديه. انا ما بقولش ان الغي، انا بقول والاهلي اكيد برضو اكتر المتضررين يعني. انا بقول ان الاولويه انا فلوس كتير ما بطلبش الغاء الدوري، لكن انا بقول الاولويه بمكان الان واحنا مقبلين على القرعه، على الاقل الفتره من القرعه باسبوع 10 ايام حتى موعد البطوله يبقى في اعداد قوي كبير لل المنتخب اللي بالشكل اللي يخليه قريب جدا من تحقيق هدف المصريين كلهم وهو الفوز بكاس البطوله، حتى لو كان على حساب الغاء الدوري، مش على حساب حتى تاجيل الفتره دي لحين ما اكتر. هنأجل المتاجل لغايه امتى يا فندم؟ هما بيفصلوا الدوري زي ما هما عاوزين يعني. مباراه انا اول مره اشوف في العالم مباراه دوري تتحول لمباراه كاس، يعني مباراه دوري اللي هي بتاعه الاهلي وبيراميدز دي مره واحده هوف طلع النهار بقت مباراه كاس. طب ليه؟ طب ليه؟ طيب ما ممكن بعد كده يخلوها مباراه وديه، ولا بعد كده يخلوها مباراه في الدوري العماني، هم زي هم عاوزين بيعملوا بيفصلوا. طيب خلينا نتكلم برضو نرجع للمنتخب الوطني الاول، واتكلمنا برضو وسمعنا في الفتره اللي فاتت عن نيه أجيري ان هو يضم لعيبه كتير جدا من الوجوه الجديده وخاصه من المحترفين، قال ان في لعيبه محترفين في بلاد عربيه يمكن كمان ما حدش يعرف عنهم اي حاجه هنا وبيقدموا مستويات طيبه جدا واكيد ممكن يفيدوا المنتخب الوطني الاول. برضو سمعنا من تصريحاته ان هو غير رايه بشان عامل السن وان هو بيعتمد على اللعيبه
صغيره سن، وانا اكيد هبقى محتاج لبعض الخبرات علشان تكون موجوده في المنتخب وتساعدنا في حصد اللقب. يمكن وقتها كانت الناس برده مستغربه، طب ما كنت اخذت وليد سليمان من بدري بقى، يعني انت مستني لغايه ما يتصاب وتطلع التصريح ده. شفنا كمان الكثير من اعضاء الاداره الفنيه الخاصه بمنتخبنا الوطني الاول بتسافر لبلاد فيها محترفين مصريين زي السعوديه زي قطر زي اليونان زي انجلترا، شفنا كثير منهم بيسافروا عشان يتابعوا اخبار محترفينا في الخارج ويكونوا على قرب منهم، عشان اكيد هيكون في الكثير منهم من ضمن الوجوه الجديده في المنتخب في الموسم او في الاستعدادات الخاصه ب 2019 كان. كل ده تحركات محمودة، كون ان هو يوسع القماشة في الاختيارات، هو عنده فرصة للتجريب في مارس، بس اعتقد ان القصة دي مش هتبقى مستوعبة ولا مستحبة بعد اعلان القرعة مباشرة. يعني هو عنده فترة الشهر ده للرؤية للحكم على العناصر، عنده مباراة او المعسكر بتاع شهر مارس يستطيع من خلاله ان هو يقب بقى خلاص على العناصر، لان اللي هيبقى